احنا اليوم على موعد مع ندوة صحفية لتقديم مذكرة اقتراحية وإطلاق عريضة إلكترونية لدعم هذه المذكرة. هذه الاقتراحات ديالنا تتهم المطالبة الحكومة بالإسراع بتقنين العمل عن بعد في الوظيفة العمومية وفي الشبه العمومية، لأننا كما كتعرفوا قانون الوظيفة العمومية والأنظمة الخاصة ما تتنصش على العمل عن بعد كشكل من أشكال العمل، ولكن مع ذلك مارسناه خلال الجائحة بإجراءات تنظيمية. اليوم كنقولوا بأن حال الوقت باش ننتقلوا إلى أن يكون ضمن القانون، وأن يضمن هذا القانون المساواة بين الموظف والمستخدم، يعني داخل المقرات الرسمية للعمل أو خارجها، ويكون عندنا إطار قانوني منظم لهذا العمل. كذلك كنطالبوا في هذه المذكرة بتفعيل المقتضيات ديال العمل عن بعد الموجودة في قانون الشغل اليوم في إطار المادة 8، ولكن محتاجة المزيد من المقتضيات لدعمها. وبكوننا هيئة نسائية وكنشتغلوا على قضايا المرأة وعلى حقوقها، وبالنظر إلى مجموعة المطالب ديال النساء الموظفات والعاملات للالتفات إلى وضعياتهن الاجتماعية في إطار المادة 8، ولكن محتاجة المزيد من المقتضيات لدعمها. بكوننا هيئة نسائية وكنشتغلوا على قضايا المرأة وعلى حقوقها، وبالنظر إلى مجموعة المطالب ديال النساء الموظفات والعاملات للالتفات إلى وضعياتهن الاجتماعية وإعطائهن الفرصة للتوفيق بين حياتهن المهنية وحياتهن الخاصة، هذه المذكرة ضمنت بعض المقترحات المرتبطة بوضعية النساء وبالالتفات إلى وضعياتهن الخاصة، خاصة في موضوع في فترة الرضاع، في حينما تكون المرأة أم لتوائم أو لا حينما تكون أم لمعاق وغيرها من الالتزامات الاجتماعية، اللي كنقدروا اليوم أن إعطاء الإمكانية لهذه المرأة للاختيار وإعطاها الأولوية في إطار أنها يسند لها هذا النوع من العمل سيكون مشجعا الكثير من النساء لتتحول التزاماتهم الاجتماعية، أنهم يكونوا متواجدين بقوة ومنخرطين في الدينامية ديال الوظيفة العمومية ومجموعة ديال القطاعات المنتجة في بلادنا. إذا اليوم حنا كنطالبوا بتقنين أولا، ثانيا أن هذا القانون يلتفت لوضعية النساء وينصفهم ويمكن من تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والحياة الخاصة للجميع وخاصة للنساء.